السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض قاعدة فور في السي شارب. قاعدة فور هي عبارة عن حلقة تكرارية، هيفضل يكرر حاجة 100 مرة، فبدل ما تقعد تكتب 100 سطر تقول له ايه اظهر رسالة رقم واحد التاني التالت، لا هقول له انت فور وابدأ اعمل انت حلقة تكرارية. فانا هاجي هنا في الفورم، انا حطيت بس بوتوم، البوتوم ده هاجي هنا وهقول له فور، وهبدأ احط الاقواس اهوت، واقول له ان انا عايز اعرف المتغير اي بيساوي صفر، يبقى انا كده هبدا بالصفر. تمام، يفضل يكرر الحلقه دي لحد ما الاي دي هتبقى مثلا هتفضل طول ما هي اصغر من السبعه مثلا. تمام، طيب بعد كده الجزء الاخير ان انا هقول له ان خد بقى الاي دي وابدا كررها اي بلس 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 بلس، يعني زود واحد واحد. تمام، بعد كده هنبدأ نعرف بالشكل دوت الحاجة اللي المفروض انها تتكرر. يعني هقول له مثلا مسج بوكس دوت شو اظهر لي، خلينا نكتب من اول مسج بوكس دوت شو وبين قوسين الحاجة اللي أنا عايزها بقى تظهر، هقول له مثلا اكتب لي كلمة هلو، ده أول جزء. وبعد كده زائد، يعني اعمل حاجة تانية بقى، عايزين يكتب لي الأي، بس الأي ده عبارة عن رقم انتجر، فأنا هقول له الأي اللي موجودة معاك دلوقتي في الذاكرة وخليها تو سترينج. وبعد كده هنحط الأقواس ديت على أساس إن هو نقفل التو سترينج، بقت بالشكل دوت. تعال بقى نشغل. هلو زيرو، هلو واحد، هلو اتنين، هلو تلاتة، هلو اربعة، خمسة، وهكذا. فدي الفكرة،